كمان في كنسة الليلة. صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصحي الأجيال. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال. هو انتفاض عزم الأبطال. هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل نضال. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب. والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشعوب. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب. والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشعوب. في طريق كل نضال على